السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمان عظام قرب كسيك الدول يقول تقول سبب هذه أدوار رحمة بريرية في رفض هذا يدي أرقرول وحنسي قارب سلام يا دعني يرى ذلك سوى بين إنساء عظام الله يقوى قاضنا يا شغال غرب ما دام أنه كريد شغله مالت هذا الكينا وحب ضان دورة تابرك هي معناها كلية هي عيد مدو حيي وحسي قالوا سوى ويليا وما تحصل مدر إن دفع عدد كروبات إيه ليري سركال أي هين كوي كروبات إيه كبا حايا دل كودي سكو قادر أي حديو أو سركال لما أكو قارا هين دل كودي سئيري يهير النسيب وغلاد وان تاريخ وان كوه بريريا وحين تاو سيدير وما كيوه الرئيسي إيه قبل سوال إيه عنده تريدوا ذلك بدان نبيع طبان قبرهم أو نفتر أصوه رأي إن القاطع تبر لين سركاء أو عظم الله أو إنتي لما رأي بأي لنا مشتئنا آذي آدم محمد إليه وسره إليه إذا وين أروح عن كربا يسركيش قد إن حبلها أي كم يربلان أقوم جود يكثر ذا إيه آن لغو حقلين وضوان وحكرا سره إليه أرضي شقاق لن وحنون كنت لأ أول آنس التوبين حفلة دي لو جسر لو ويتني هي كان قبل كده قال قبل قال ترى شقده ذا ومدة تومر كده ما تي انت حنو كده تني وحن كوه مريان يا اتكيس قال عودة برا ذا يجان إن مدة دي صد حبرار هاي اللي ايه يشوفين عن وقف كره كسر بحن حلو ذا هي قو راعية البامة عافمات كه وحكم وقت إليهن أقويها قاضنا يا تابر عيون يجرن آدي أدم سرورنا يا وحن كوه مريان يا تابر كيني هذا يقول قبل قبل يا هاي وبشان ما يمكن ده ما تو تكلم أول كيو ده لين حرد دور يقرأ تاسع مسؤول وينه أنت هربنا عمر كان دافو هل كان ما أنت أي مسؤول هو حرا عسكري وأنا ما العسكر سلمت أبره كود ألف لها يسر كار كودا هي شغال قرن وحرك وبسط الرمان شغادي لو رجلي عسكر نبض ما أنت عدم لو رجلي هي تريا شودي بوليس تريا الأسلوبة كي حبها أسكاري نمو تذكر يا رب بك الله يستر أسكاري نمو عالميا يا إنه هو مركع أي مشرحني وحال أذكرها عين إنه أسكاري نمو ضو تهاي كلمة داس أرتينا يا أسكاري مركع وراء وأف أردو وهو حي نوع كلمة مركي أي بعد الاستعمار أي نوع صابيري ما راح تركي نوع كرسي هري إنه إرجع لها هذا بقى أسكاري نمو إنه قاعده هنا أو أه فكرة أما مبدأ أسكاري نمو سيدا أيولو ميتاي معلم نمو دكتور نمو لوير نمو وشاقو شاقوية كاسدال كوحي وقبتان إيا أمد شاقوية كالاقارة أوي دمان أمدو بحان تهي مدوري بلو حرية مدانتيس نعنى أكسو بسي عارمي إينو أسكاري نمو حقوهي أسكاري أسكاري مركو روحو كوب صدها صدح أرهبوض و تيرانا تكوبات واردان شعي أسكاري نوح دا غارتي داتك كروردان وإن البلتان دلك كتي عشرة دول عشرة روتي لابا واقيسي نيو إيو عدل واقيسي قيسي نختركو يهي ما أنت حنو كاتر لو دبقى يو نختار كلام تقول يا قفك عود كافرين وبريري ما عليك هو جسدي وشيء هذا برضه قال ما يا ودمان تربو حمر يا إل ده كيس كسارو أقوى ده لكن أشكال يوم حاول هو جسدي هو يا نفهوري ولا صلاة أشكال هو جسدي هو حبوط ريا نفتيسة وحبوط ريا إلى أنت كلامك بعده مكان واتير كلامك تيرك الصدحان واحد قدشو سيدعوك العروسي الحرق واحد قدشا محيطها أسكاري وأما تشانها هذا أما ضبلها هذا نفتي سوحو ريا ساحين كيس لقالك وش ريلو بهذه أسكاري ماذا وحوي كبو قرب صعودة عيدة نقولها أهل انتها الله إنو نوالي بكت كلاك كلاك بادي وكان كرسول قاسم الضبخ صدح راتير أيوه أسكاري قول كسو قرر يا تيرو قمتاقي يا هي
oo mid walba ay ka bar ay ka farcanayso bulwaad badan iyo duruus badan iyo aqoon badan oo farbadan oo keenta oo anti la dhimbaray sarkaal uu maxaa tahay askari hadana sarkaalimo laayni sarkaal maxaa loo leeyahay sarkaal uu maxaa tahay shaqo qaran waa sarkaal waa aqoonyahan jaamacad uu dhameeyay aqoonteedu uu leeyahay maxaa loo soo xireeyay xerada loo keenay iyana waa su-aal kale waa sarkaalnimo inaad labadiiba isu hayso aqoontii iyo sarkaalnimadii sarkaalkuna waxa weeye intii askariga lagu sheegay sidaas intii oo lagu daray go-aan qaadasho iyo hoggaamin intii askariga marka loogu daro go-aan qaadasho iyo hoggaamin ayuu sarkaal lagu ray haddaba maxaa lagu barataa kuryadan iyo kuryadaha la midka layr sarkaalka waxaa la barayaa oo koob ka ah qodobo fara badan oo ay ka mid tahay casharada ay ka mid tahay iyo shaqa qaran oo socdoa shaqada oo dhasa baraxay dhismaha jirka iyo maskaxda labadaba in laga dhiso laba in la baro xakamaynta naftiisa xaaladaha kala duwan bini-aadamku xaalada kala duwan buu maraa wuu caloodaa wuu gaajoodaa wuu buqoodaa wuu farxaa abiyey wax weelaayo marmarka qaarkood waa kibraa waxa weeye waxaa lagu barayaa xakamaynta naftaada xaaladaha kala duwan si aad aad u hogaamiso dadka marka ay jiraan xaaladaha kala duwan waxaa la barayaa odurista ay barteen ka mid kaagala marta lagu bartaa inaad u rogto dhaliishaada marka aad qaldanto qof kastaa uu qaldamaa bini-aadamka baynu nahay ma jiro qof toosan kolkaa marka uu qaldamo ninka askariga ah waxaa loo tababaraa inuu qaladkiisa u rogo guul ereyada ka mid ah afafka askarta oo dhan adduunka waxaa ka mid a diiba gurasho xeeb dagaaleed retreatment oo ah khalad baa dhacay cadowgii waxbu ah ama afrad buu keenay waa inaad ku dadaashaa inaad qaladkaa u rogto saxiib iyo guul inaad gaadho waxaa kale oo halkan lagu taabaraa askarta saraakiisha halkan waxaa laga qaataa in guusha aad gaadha aanad ka qaadin faan iyo istustus ee guusha aad gaadha aad u aragta inay tahay waajib aad waatay oo aanad u baahnayn in laguga ammaano iyo inaad ku kibirta midna askarnimada waxaa loo korsadaa dal iyo dadaqoo waayo dalkao dhan baa u siman nooc dadkao dhanna way iska yimaadaan dalka oo dhan markaa dad iyo dadaqoodhan waa idka koray intaasoo dhan waxaa lagu tababarayaa inaad hubiso difaaca dalka iyo inaad ka guraysta cadowkaa soo horjeeda intaa waxaa u dheh oo ciidamadana si gaar loogu tababaraa xaqdhowridda shacabka iyo noloshooda iyo hantidooda xallinta khilaafyada iyo dhisidda nabadda si loo gaaro horumar dhinac walba horumar dhaqaalena gaari maayo haddaan askarigu nabadda xasirin oo aanu dhisin oo aanu dhinada u taagin horumar buu la gaari maayo ugu dambayn halkan waxaa lagu bartaa higsiga berita somalilan ta maanta ka wanaagsan iyada oo aan la iloobayn wixii shalay dhacay haddii aad raadiso uun berita oo wacan oo waxyaalaha qaarkood aada laacdo hirarka laacaad iska laacdo adoo iloobay wixii shalay ku soo maray iyo wixii dhacay khalad baad gelaysaa marka waxaa lagu tababaraa halkan qofku inuu horumarka noloshana higsado isla markaana uu ogyahay wixii soo dhacay shalay uu labada isku xido markaasuu noqon karaa sarkaal markaasuu noqon karaa askari markaasuu noqon karaa muwaadin dalkiisa iyo dadkiisa anfaca oo wax walba u qabta ilaa uu dhiig cas ku saxeexo horumarka dalkiisa shaqo qaran intaa aan soo sheegay waa laydin dulxaadiyaa dulxaadis baa ku barataa waayo waxaa laydin tirinayaa shaqo qaran marka hore inaad dad aqoon la tihiin maskaxdoodu ballaaran tahay u baahan inaad fahamtaan ama aad guudmar ku samaysaan habdhaqanka iyo sida askartu iyo askarnimada loogu shaqeeyo oo aad ku talagashaan marka laydiin baahda dalkiina inaad la mid noqoto sarkaalkii aad ku kalaaska ahaydeen ee isagu qaatay inuu noqdo militariga inaad la mid noqoto waxa kale oy ka faa'iido tahay
شقة قرن وعدو كورنا مبصرية وين عقنا هاي ودم كيل وبريعة دم به طرفها ترى لك على أول قف والبلد يا دي سكنول ما تشوفتوا شقوي اليوم شنو أول ذكر سكن حقا ما تشوفوا برشاش لحقا شو أنت بدل الزوج على أي الجوية مركب مركو قف في أرض ياها وين يا جبر ما وميالتي وكل شيء كان جري لما تريا هذا ما يسوق هذا حال وكل ما يسوق تريا حتى لو شاب عاد كل ما يجي وقف وين يعني ورقيه بينه غريع عروي وشو غريع بينهم تيجي كيسي دافن وادي باتين تيرني مركان شغال غير مدير غير السوبي كهري وحكوا كأي ناس نحكي شان إلى سبرتان إلى فك الكين يسلا وخوض الحدث اللي سلفه متى وايم حال السوبي برايا حال السوبي دريا حتى الله إلى هذا المدير له وبريته وحنا غرسا ما راح يدركه وحنا غرسا من حوله يوزي غدي يا دخاترتي يا سفيرتي يا لويرتي يا تجارتي يا قاكين صنادل نوال غيابا يا علمها وحنا بورا سندتك بنت ذلك تنهي مرقا وحا لقود ذلك إذا كويس يقانا وهي بريها برسو كرانايا ودودي كرا ودلهو قامن كرا وصوضي يقانا وديقا وربا كرانايا إلا تبريتا نقطا مالح ذلك وخبارة وحينور إلا نقول إسان بريتا دائرتينني ودك وقامنا هي شرعي أمبايا حيث النقوة مركيا أي نورين شرين المدحدي ذلك السوء وقامنا إسي وقود بيب محال حاجنا حيقال وانقرانا يدو من إحنا كيسي ومرايم نشتر ونوبي من سكولك مركو نوبي من دائرتين بريتا ذلك الحكومة سيوا نقول إسي لما تيوا حيثنك قاربا وحكمي ذا طمان مدحوني أشارك صومري شرعي الأدير الله هاي إيه تاقران إسانونا وحالي كربا شغاق على لأن السركان دائرة الأردن إلى سوق ديال رسالة المسيح إلى كبر الرسالة على غير النبض. إيا ظروفها قال كيمكن هايسته إلى غير أنا قال إيا شقوق أو ذلك البيت كتفتروا بهاي. حتى أنا قال كاظم بارك صومري إلى سوق ديال رسالة إلى ما أحد يقال كاتيه. ولما شغاق على واحد يقول لك إلى نبطون كورس هي لك شيء. مثل كان مستقبل كان فعال ويرام ضد صومري وحصوم برتين مارس صومري كي. waxa dalka ka soo dhacay oo waxa la heysanayo goobjoog u ahaa oo dhageystay madaxda maanta wixii ay ku dardaarantay iyo waxa hayaan inta waxa la fiiray ciidanka booliska oo dabarsho waxa balyanaya shaqooyin wanaagsan oo aad iyo aad u hawl badan ay dalka ka hayaan Soomaalidu mahma bay sheegtay marka reerku guuro ee la dego ama geelo jiray ha geel xarad loo odayo laba nin baa oodo garaa mid uu garaa midna oodo uu soo guraa ku ooda maama waa halka soo baxday wax la yiri garaaciyo gure gura hawl badan oodo jiida hawl badan oo culays ku dhacaya wadaxad xagaraysa garaacaas ay isbida laakiin reerka oodo baan ka oodo garaaci ayu ma yeeshay horta waxa la ii sheegay buliisku waa jiidii waa gurashii hawsha ku dhacday ciidamada kale kuma dhacdo 24 saacadood oo ciidada ku jira mar walba aroor garab habeen yaani harush waa ciidanka qura ee aadan soo wardagalka meel mar qura joogsan ciidanka waxa ay ku amreenayna hawsha urus ee ay u hayaan dalka khaasatan magaalooyinka waaweyn gudahooda oo ay ka haystaan dhibaato badan 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 oo ah dadka u baahan wax walba ay ciriiri biyaha la isku leenaya jagada yar baa la isku leenaya suuq yar ka hor ah la isku leenaya arurtiiba aqalada guriga iyo dhalinyarada meel ay ku dhayaanto male garoobada ka wada dhisanay dariiqii waa wada tiin iyo dhagax arujeeni ila kiyana meel aliye meel ku jirsan male tabeetana male xubul tuulaya ama isleenaya buris meshiliyada ciidanka buriska waxay ku amriyeen hawsha qorsay qaran ku hayeen waana la gelinay hawsha waxaan u soo doonaynaa in la helo fikrad ay ku kala dhisan buriska iyo dadku oo dadku ciidanka buriska ku wada dariiqaas ku haysanayaan in la balaariyo dadku meel ku ciyaaraan ganacsiga meel loo ballaariyo wadooyinka dhagaxa lagu soo wareeyo dadweynuhu ka feejignaadaan waxyaalo badan badan buu dadweynuhu ka caawin karaa buliiska si loo kala nasto aad iyo aad mar wax baryanaya waayadan intan xarufan karo soo kordhay xataa jaadkii la joojiyay wacdani ay ka muujiyay guusha ka soo yeenay waa kooban baryanayna waxaan raafayaa ciidanka qaranka horta dee maanta waxay dhala joogaan boqorkii dagaalka aye soo dhigaro maanta oo ay salaamayn taangigu waa boqorka dagaalka leedahay marka ciidamada laga hadlayo marku taangistaan ku yahay ciidamada ka weynaa
duuliyaha diyaaradu ka bayra ka markab ka wada waa ka bayra ka infantryga waa ka bayra duqurka dagaalka la baxay waani waayo dagaal kor buu ku soo raacay oo ila jibso goobta la isku hayaan aad ka qabsato taagi uu ma qaban karo oo ciidanka infantryga la socdo infantryga la socor maayo hadaan taagu jibaaxayn cadawga iyo caqabada u dhigay meel ha ahaato bohol ha ahaato isma ha ahaato isagaa u jeexay ciidanka wadada saa darteed waxaan ku amrayaynaa maanta inaanu la kulannay qayb ka mid ah boqorkii dagaalka iyo teknikadii oo hoos socda dhammaantooda waa amrayaynaa ciidanka waxay u yihiin iyo qarankana horaa loo sheegay in ay yihiin ciidanka qaranku waxa dalka deynka iyo mustaqbalka waa hadda dawraysa anagoo ku amrayaynaa maanta halkan waxaan u yimid maadaama xanuunkan jira corona awga aynaan u samayn karin dowlado ciidan oo ciidamada midowgaas ku dhagaaday waxaan ogaanay inaanu u dhibaadoonu door biday inay joogaan ardaydii ku habboonayd in ay matalaan ciidamada ee soo koraysay hadday yihiin layrsalkaalay shaqaalaba iyo guto ka mid ah gutooyinka ciidanka oo qolada taangistaha iyo tignagada ugu horreeyaan oo haal ugu diyaar garoobayay inay maraan sanadkan suuqyada magaalada oo aanay suurtoweyn xanuunka awgii waxaan ku amrayay inay boliiska dadaalka badan ee tignagada cusub ay soo kororsadeen ee u soo diyaar garoobeen nabadgelyadii xajintoodii ciidankooda quruxda badan iyagana waa ku amrayna diyaar garooba dhammaanteen waan idin hambaraynayaa waan idin ducaynaynaa waxaynoo dardaarana daljacayn geesinimo.